احنا عايزين اهلنا لما يجوا في الاماكن دي نساعدهم اكتر، مش بالفرش عايزين نبقى معاهم، عايزين نبقى معاهم، عايزين نساعدهم اكتر، نعلمهم افضل. نجحت الدولة في إنشاء مجتمعات حضارية جديدة كبدائل للمناطق التي شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاطنيها. حي الأسمرات واحد من تلك البدائل التي احتضنت أعداداً كبيرة منهم وغيرت مجرى حياتهم إلى الأفضل في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير حياة كريمة لهم. دعوة جديدة قدمتها وزارة الداخلية لبراعم وشباب حي الأسمرات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والاستمتاع بقضاء يوم رياضي وترفيهي، حيث تم اصطحابهم إلى اتحاد الشرطة الرياضي وتوزيع الملابس الرياضية عليهم في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوزته نجاة. يا مصري وفيتي بوعدك بالإنسان، يا فتحت باب علمني معنى الحياة. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوزته نجاة. يا مصري وفيتي بوعدك بالإنسان، يا فتحت باب علمني. النهاردة ما كناش نتخيل ان احنا ممكن نيجي هنا نادي الشرطة، جميل جدا وفي حاجات حلوة جدا. بشكر سيادة الرئيس على الدعوة ديت اللي جمعنا كلنا مع بعضينا وخلانا اجي اشوف الناس تحت الشرطة، واتحاد الشرطة كرمنا وشرفنا تشريف حلو، وكان يوم النهاردة كان جميل. حياتنا بقت جميلة جدا لما رحنا الأسمرات، مكان جميل جدا وتطور جدا، وبقيت متصورة جدا في دراستي، وبقيت بروح أماكن جديدة. الحياة بتاعتي اتغيرت 100%. انا كنت في الاول عادي، ما فيش اي حاجه اصلا كانت في بالي. اول ما روحت الأسمرات قدمت ساعتها في النادي، كل افكاري اللي كانت في دماغي اتغيرت اصلا. ربما لم يكن يتخيل هؤلاء البراعم والشباب ان يتم دعوتهم لقضاء يوم كهذا، ولكنه الحرص من وزاره الداخليه على التواصل الاجتماعي معهم والتقارب مع كافه الفئات بخاصه قاطنو بدائل العشوائيات، فكانت فرحتهم كبيره بالتغيير الذي حدث في حياتهم إلى الأفضل. أول مرة في حياتي أجي نادي الشرطة هنا، وفرحان بصراحة أن أنا موجود. لو نادي الشرطة والمدينة الأسمرات عامة يعني ادتني حاجة أنا ما كنتش في المدينة الأولانية في المنشأة، أنا ما كنتش لاقيها هناك. ما كانش في نوادي، ما كانش في قصور ثقافة. هنا في الأسمرات في قصور ثقافة بنطلع فيها مواهبنا. في النادي بنمارس الرياضة اللي احنا بنحبها. شكر للينا ده، وده فرصة للحياة، حق الإنسانية حلم حققه بناه، ورى العالم كله بجد حقيقي مصر تقدر تبني إنسان من جديد وتكون معاه. شكر للينا ده، وده فرصة للحياة، حق الإنسانية. بحبكم قوي قوي، وشكرا جدا لليوم الجميل اللي قضيته في اتحاد الشرطه. هنعرف الكون يعني ايه انسان جديد، وبلدنا تعالى وبالاراده الخير يزيد. عرفتنا ازاي هنبني مصر الجديد، الله معاك كمل ويلا احنا. مش متخيلة ان اليوم هيبقى جميل كده، وبجد بشكركم وبشكر الرئيس وبشكر وزارة الداخلية، وبحبك يا رئيس. فرحانة جدا اني جيت قضيت اليوم ده وموجودة وسط الضابطات والضباط، وفرحانة جدا وبشكر الرئيس لاهتمامه بينا وغير لنا حياتنا لحياة اجمل، وبشكره جدا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مبادرة هي الاولى من نوعها
تؤكد الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية الذي يكتسب أهمية يوماً بعد يوم، ويوضح حرصها على دعم ومساندة كافة الفئات المجتمعية، بخاصة قاطنو المجتمعات الحضارية الجديدة التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشائها منذ اللحظة الأولى لتوليه المسؤولية لتوفير حياة كريمة لقاطني هذه المناطق. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على حياتنا الجديدة، مبسوطة جدا ان انا جيت نادي الشرطة، وبشكر سيادة الرئيس جدا ان هو على الدعوة الجميلة دي. شكرا يا رئيس على كل حاجة انت عملتها لنا. احتفالية كبيرة رياضية وترفيهية أقامتها وزارة الداخلية لمجموعة من شباب وبراعم حي الأسمرات، وهو ما يعكس الدور الإنساني والاجتماعي الذي تليه وزارة الداخلية أهمية كبيرة لتحقيق التواصل والتقارب مع كافة فئات المجتمع. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.